هذا الاتفاق الإطاري ندعو المجموعة الأولى من الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق إلى المنصة للتوقيع. الحركة الشعبية لتحرير السودان، التيار الثوري، تفضلون. حزب التحالف الوطني السوداني، حزب البعث القومي، الحزب القومي السوداني، حركة التحالف السوداني، مؤتمر البيجا المعارض، الحزب الوطني الاتحادي الموحد، المجتمع المدني، المؤتمر الشعبي، الحزب الجمهوري، يتفضلون إلى المنصة للتوقيع. أعتقد أن المجموعة الأولى انتهت من التوقيع، ونريد أن نشهد الحضور على مذكرات التوقيع. شكرا للمجموعة الأولى، والآن المجموعة الثانية تتقدم إلى المنصة للتوقيع. حزب البعث العربي الاشتراكي، تيار الوسط والتغيير، حزب التواصل، التيار الاتحادي الحر، الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، حركة كوش السودانية، الحزب الاتحادي الموحد، اللجنة القومية للمفصولين، تجمع الحرفيين والعمال السودانيين. المجموعة الثالثة، الأجسام المهنية والنقابية، التحالف الديمقراطي للمحامين، لجنة أطباء السودان المركزية، تجمع المهندسين السودانيين، اللجنة المركزية للمختبرات الطبية، لجنة الاستشاريين والاختصاصيين، لجنة الصيادلة المركزية، تجمع ضباط الصحة،
تجمع البيئيين السودانيين، تجمع مهنيي الإرصاد الجوي، تجمع مهنيي الموارد البشرية. الآن جاء دور المجموعة الرابعة والأخيرة، الحزب الاتحادي الأصل، تجمع قوى تحرير السودان، تجمع المهنيين، الحركة الشعبية لتحرير السودان، الجبهة الثورية، المؤتمر السوداني، التجمع الاتحادي، حركة جيش تحرير السودان، المجلس الانتقالي، حزب الأمة القومي، السيد قائد قوات الدعم السريع والقائد العام للقوات المسلحة.